طبعا هنا جرى الكلام وكثر من المتكلمين ومن غيرهم. من ذلك ما تعرض إليه الفخر الرازي في تفسيره الكبير، حيث هناك ذكر بأن المتكلمين أوردوا على هذا الظاهر من الآية الكريمة، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى على قضية الميثاق، إذا يريد يأخذ ميثاق لماذا يأخذ هذا الميثاق؟ ليحتج به على الناس. خشلون يحتج بهم عليهم وهم ناسين الحادثة والواقعة؟ ماذا يقول لهم؟ ولله الحجة البالغة، ما حد يتذكر عالم الذر، ما حد يتذكر يوم الميثاق. يحتج عليهم بما نسوا. شلون يصير هذا؟ وهذا الجواب عنه في الآية الشريفة، ويكفي عن كثرة الجدال. الآية الشريفة ما تقول يحتج عليهم بهذا الأمر في الدنيا، هم في الدنيا ناسين، شو وقت يحتج فيه عليهم؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويوم القيامة اللي نسى الإنسان يتذكر ويكشف عنه الغطاء، فبصرك اليوم حديد، يوم القيامة تتجلى الحقائق، فهناك ساعتها يحتج عليه بأنه يا ابن آدم أنا بأكثر من نشأة حكيتك، وبأكثر من نشأة تعرفت إليك، وبأكثر من نشأة دللتك علي، بأكثر من نشأة، ومع ذلك طويت تلك النشآت نشأة بعد نشأة وأصررت على ما أنت. ساعتها لا تقول لي رب ارجعون، مو أنا رجعتك، هذا رب ارجعون صار. المشكلة الثانية أيضا هنا بين مزدوجين، الإشكال اللي يجي عند البعض من أنه، وهالشكل فاهمين كثير من شبابنا، أن عالم الذر كأنه حسمت النتائج، وبالتالي لأنه ظاهر بعض الأخبار كأنه خلص، لجاوب هناك ولبى فهنا يجاوب ويلبي، ولأعرض هناك فهنا يعرض، واللي تلكأ فهنا يتلكأ، إذن القضية قد حسمت والنتائج قد انتهت والتصفيات لا معنى لها في هذه النشأة. فعلى ويش احنا بالدنيا جدا نسوي؟ أضف إلى ذلك يا ربي أنا ناسي ذلك اليوم، وأنا دا أحاول أبذل مجهود الآن، ولكن مع ذلك أنا غصبا عني لأنني بعالم الذر ما لبيت، فهنا أنا ما دا أقدر أمتثل، وكل ما أحاول ما يصير، فهذا جبر. الجواب على هذا يعني منافي للعدالة الإلهية. الجواب على هذا أولا أصل أصيل، العدل الإلهي أصل لا نرفع اليد عنه، فأي حديث شريف مهما رقى وثوقا ونحو ذلك ظاهره هذا لا نلتزم بالظاهر، بل نرد علمه إلى أهله. الله سبحانه وتعالى الثواب والعقاب دائرين مدار الأفعال الاختيارية للإنسان، ما يحملني فرد شيء أنا ما إلي دخل به، وحتى إذا بذيك النشآت صاير فتشي مني خلي حاسبني على ذيك النشأة فيها. فأنا هنا بالدنيا اللي أريد أقوله دائرة الاختيار، أنا في هذه الدنيا مختار، وهذه الدنيا هي المضمار، وهذه الدنيا غير محكومة حكما نهائيا لعالم آخر، حتى نفرغها عن أهميتها ومحتواها في كونها دار امتحان، فهذا ما نرفع اليد عنها. المسألة الثانية نقول اللي حصل بذاك العالم إنما يكون كالتالي، ذاك العالم صار اختبارات أولية، ذيك الاختبارات الأولية مو ما إلها أثر، لها أثر لكن آثارها اقتضائية. يعني شنو؟ يعني تطل واحد قوة دفع أكثر لواحد قوة دفع أقل،
ولكن قوة الدفع الأكثر ما توصل إلى درجة أنه بالدنيا هذا اللي لبهناك بعد دفع من ذيك النشأة، لا، أعماله أفعاله سلوكياته في هذه الدنيا غاية ما هنالك قدرات تصير أقوى فليكن. وكذلك الذي لم يصل إلى تلك الحالة، بالك يمي حبيبي ولادي، أدري البحث فيه شيء لعله من التعقيد، بس أعينوني على إيصاله، هذا يتعلق بمصيرنا، يتعلق بصلابة معتقدنا. صلوا على محمد وآل محمد. فهاي النتائج الأولية لها تأثير على مستوى الاقتضاء، يعني تطفرد قابلية لعله أزيد من الآخر، لكن النتائج لم تحسم. ولذا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان إذا تقرؤون مثلا وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، هاي ما إلى معنى غير أنه صار أكو سجلات من ذيك النشأة وبيها سعداء وبيها أشقياء، ولكن التصفيات النهائية الأساسية هنا، وهنا مجال لتغيير النتائج تلك، بس تحتاج إلى إرادة وإلى استجابة وإلى عزم وإلى إقدام، هذا هو المطلوب مو أكثر منه.